Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak miliknya Jaitul Islam, kembali kita menghafal surat Al-Bainah. Ikut Bapak, mudah-mudahan kita dapat menghafal dan dapat memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina tatatiyawmul bainah. رسول من الله يدلو سوفا متقرا فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.